المعهد الإسباني خوان دي لا سيربا بمدينة تطوان، هو معهد تابع لوزارة التعليم الإسبانية، وموجود في المغرب في إطار اتفاقية تعاون وشراكة بين البلدين. المعهد موجود منذ سنة 1960، احتفل مؤخرا بالذكرى الخمسينية لتأسيسه، وتخرج منه تقريبا آلاف الطلبة مغاربة وإسبان للأم الآن مندمجين في سوق العمل سواء المغربية أو الإسبانية. المعهد هو التكوين المهني المتوسط، أي يكون أطر تقنية متوسطة في أربع ميادين: بالكهرباء، تقنية بالكهرباء، وتقنية بالإلكترونيك، وتقنية بالتعديل أو الميكانيك، ثم الشعبة الأخيرة الصحة أو التمريض. سنتين للدراسة، التلاميذ الذين يدرسون بعد المعهد عادة لابد أن توفر فيهم شروط معينة، أولهم اللغة الإسبانية، أن يكون التلميذ أو التلميذة ملما إلى حد ما باللغة الإسبانية. أما المستوى الدراسي فهو هناك طريقتان للدخول، إما التلاميذ الحاصلين على الأقل على جيد المشترك يلجون المعهد بطريقة مباشرة، وأقل من الجيد المشترك عن طريق مباراة للدخول تنظم عادة في شهر يونيو. هذه شروط، والسن لا يقل سن التلميذ عن 17 سنة، هذه شروط الولوج. مدة الدراسة هي سنتين، السنة الأولى عادة دراسة بالمعهد، السنة الثانية هناك تدريب تطبيقية داخل المعامل والشركات والمقاولات الموجودة بمحيط مدينة تطوان. هناك استثناء بالنسبة لشعبة الصحة، فقط دراسة تدوم سنة واحدة فقط، ثم 3 أشهر من بعد للتدريب العملية. إذا هي أقل شعبة من حيث المدة الدراسية. سنتين يحصل خلالها التلاميذ على دبلومات في التخصصات الأربعة: الميكانيك، الإلكترونيك، الكهرباء والتمريض. بعدها هناك آفاق، مثلا الاندماج في حياة العمل مباشرة، أي البحث عن منصب شغل، أو متابعة الدراسة فيما يسمى السلك العالي، أي سلك التخصص. هذا السلك طبعا موجود بإسبانيا، على الرغم من الدراسة به أن يحصلوا على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا، زائد هناك شروط أخرى تفرضها القنصلية. هذا السلك العالي يدوم به الدراسة تقريبا سنتين. هذه المدارس السلك العالي عادة موجودة بإسبانيا ولا وجود لها في المغرب. إذا هذه الآفاق التي يوفرها عادة هذا المعهد لتلاميذته.